سارت احنا تمنينا الثوره تلعب في يعني في ملعب وهران في ملعب وهران، معليش تمنينا تلعب في ملعب وهران. وانما الاخر الظروف اللي لحقت لهذا المرحله هذه احنا ما تمنيناش نلحقوا باش الثوره تخرج من وهران. هذه سواء انا كجمهور كان يعني كمتتبع لكره القدم الجزائريه والا كمومبر في بصح هي الغالب.